النرويجي المتطرف أندرس برايفيك الذي نفذ مجزرة مزدوجة في أوسلو يوم الجمعة الماضي على علاقة بحسب تأكيد أطراف عديدة مع رابطة الدفاع الإنجليزي اليمينية المتطرفة التي لم يحسم أمر حظرها بعد. مجلة سيرش لايت المناهضة للفاشية نشرت معلومات في هذا السياق. هناك أناس يلوحون بمختلف أنواع الأسلحة القاتلة، وإلى حد الآن لا تعتقد الشرطة أنه ينبغي عليها مراقبة هذه المنظمة. وتؤكد المجلة وجود تواصل بين مؤيد المنظمة ومنهم برايفيك الذي انتحل شخصية نرويجية تاريخية من عهد الحروب الصليبية، وقد تحدث عن محاربة الإسلام. من جانبه قال محامي المتهم جير ليبستاد إن حالة موكله تشير إلى أنه مصاب بالجنون، مبينا أن برايفيك تناول المخدرات قبل أن ينفذ اعتداءاته حتى يشعره ذلك بالقوة ويبقيه يقظا. إلى ذلك أتلفت الشرطة النرويجية متفجرات مخزنة داخل المزرعة التي استأجرها برايفيك بهدف زراعة الخضار، لكن وسائل الإعلام ترجح أن برايفيك استأجر المزرعة للتمكن من شراء الأسمدة الكيميائية لإعداد القنبلة من دون إثارة الشكوك.